السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. فيديو النهاردة مميز جدا، عايزين نعرف ايه اسرار المزارع. المزارع دي بتأكل طيورها ازاي، وازاي بتكبرها بسرعة، وايه يعني بتصرف عليها كتير ولا لا، تكلفتها قليله ولا لا، بتكسب منها ازاي. ما هو مستحيل واحد يفتح مزرعه وما يكسبش، اكيد 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 وراها سر. انا اجيب لكم السر بقى، بس قبل ما اقول لكم السر النهارده، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله. اهم حاجه ان انت تواظبي على اكل الطيور بتاعتك، تحط لها خضروات، تحط لها فيتامينات، تحط لها تحصيناتك. طيب هل المزارع بتعمل كده برضو؟ ايوه بتعمل تحصينات وبتحط فيتامينات، بس على فكره المزارع ما بتكلفش نفسها. هقول لك ليه. المزارع يا جماعه عندها اسرار، ازاي انا اكسب من الحاجه من غير ما اكلفها كتير، والا هتبقى بخساره عليا. لو المزرعه ما كسبتش يبقى عمرها ما هتربي، صح ولا انا غلطانه؟ ان ما كانش المكسب يبقى كويس. هل المزرعه بتحط علب بس؟ هل المزرعه بتحط حبوب بس، ولا بتحط خضروات وبتحط حبوب وبتحط كل حاجه؟ لا، المزارع بقى دلوقتي بقت تعمل حاجات مختلفه خالص، وهقول لكم على الاسرار بتاعتها. اولا الطير دلوقتي بره، قبل ما نقول ايه بقى نوعيه الطيور، على فكره البط المولر يا جماعه من احلى انواع البط اللي تربيه حاليا، ما شاء الله بيكبر معاكي بسرعه، بيشيل لحم رجليه بتشيله، لان المسكوفي كان الاول زمان ايام ما كنت انا بربيه من سنين، كان المسكوفي بيوصل معايا لستة وسبعة كيلو وتمانية كيلو، كانت بطاية بطاية تحس ان انت عندك خروف ماشي على الارض، وكانت تكبر في 50-60 يوم زي الفل معاك. كانت لما البطاية تشيل لحم رجلها تشيلها، لكن مع تغيير السلالات ومع ان هم ما بقوش يجيبوا السلالة الاصلية الفرنساوي اللي هي المستوردة، بقى المسكوفي مصري. المسكوفي ما بقاش، البطاطا ما بقاش تقدر تشيل نفسها، فلما تيجي تملى لحم شويه تقوم مريحه منك، وبعد الشر بتتكل على الله. لكن عايزه اقول لك ان المولر بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه، يشيل لحم ورجله تشيله يعني، وبيتحمل تغيرات الجو. يعني الميزه في المولر ان الجو هو بيتحمله، اي جو بيتحمله. لكن البط المسكوفي لا، البط المسكوفي ده حساس جدا، عامل زي عيل رخم. فعايزه اقول لكم ان دي معلومه بس عن الطيور. فاهم حاجه، عايزه تربي حلو ويديك لحم حلو، وهو هو نفس التكلفه ونفس اللحم البط المر. طب ايه اللي احنا هنعمله النهارده يا بنتي يا بطه؟ هقول لك. انا بقى طبعا نقع الفول، الفول انا لازم اقلعه. بص النص كيلو يضرب معاكي قد ايه؟ طيب ايه قشر البيض اللي انت بتحطيه ده؟ هقول لك اني انا ما برميش قشر البيض، لان قشر البيض ده كالسيوم انا بحطه للطيور. طب ايه بقى سر المزارع اللي انت وجعتي؟ على فكره بيلموا برده قشر البيض وطحنوه يحطوا له الطيور يعني. طيب السر اللي هقول لكم عليه النهارده يا جماعه وبيحطوه في المزارع، شايفين ده؟ شايفين ده؟ لو تعرفوا فايده ده، قشر الموز ده، قشر الموز ده المزارع بتاخده وتخمره. يعني ايه يا بنتي يا بطه تخمره؟ يعني تاخد قشر الموز ده وتحطه في براميل ميه، يعني ده يتنقع في براميل ميه. ايه الفايده يا بنتي يا بطه؟ على فكره كل ما يتنقع في براميل الميه دي بيقعد بالايام، ما شاء الله فايدته بتزيد. يعني تخيلي ده فايدته بتزيد. بيستخدموه في الدواجن كاعلاف، ده بيتحط للدواجن كاعلاف في المزارع. ما هي اوعي تقولي لي ان الدواجن هيقعدوا اكلوها علف، لو حسبناها علف هتبقى بخساره عليا وعليك، وعمر في حياته ما هيجيب الثمن اللي هو صرفه. طيب ده بيستخدموه، قشر الموز ده يا جماعه لو تعرفوا فوائده عمرك في حياتك ما هترميه. ده بيستخدموه حتى بره، بيجففوه وبيطحنوه وبيحطوه للطيور، ماشي، واللي يحطوا لي المواشي وبيحطوا لي يعني بيحطوا لي كل حاجه للعجول والمواشي وكله. طيب هل قشر الموز ده ملوش فايده عشان كده هم بيحطوه؟ اعرفي طالما هم بيحطوه يبقى ليه فايده، يبقى انا بقى ارميه ليه؟ بصوا انا عملت ايه بقى، انا بس ايه، انا بفرم. بصي قشر الموز ده بيتخمر في ميه، بيحطوه ببراميل ميه ويخمروه، فايدته بتزيد اكتر
وبيتحط للبط وبيتحط للطيور وبيحط بالأخص بيحطوه كمان للفراخ. بيقولوا لك ان ده حاجة مهمة جدا ومغذية بديل العلف، عشان بس تبقوا عارفين ان هما بيستخدموه هو والبرتقان قشر البرتقان بديل للعلف وكلف الرمان او قشر الرمان، بيطحنوه وبيحطوه. اكل الموز بالذات لا، بينقعوه في مية كتير وبيقعد ايام وبيتعمل علف للمواشي وللطيور وخاصة للفراخ، ومغذي جدا جدا جدا. طب انا مش هجففه ومش هخمره، طب تعمليه ازاي يا بنتي يا برطة؟ بص عملته ازاي هنا، والله العظيم حطيت بنجر وقشر برتقان والموز. قشر البرتقان لا يمكن ارميه يا جماعة، انا لا يمكن ارميه. ليه؟ لان قشر البرتقان مش بس انه مضاد حيوي، لا هو علف للطيور. احطش علف، انا احط بديل العلف ايه؟ قشر البرتقان وقشر الموز. وقشر الموز اقري عنه واسألي الناس اللي بتربي في المزارع، هيقولولك ان هما بيستخدموا قشر الموز علف للمواشي وعلف للطيور وبالاخص الفراخ. انا بقى بستسهل بصراحة وبقوم طحنة هنا، حتى بنجر وقشر برتقان وقشر موز. البنجر طبعا انا بحط سكريات، بحط بروتينات، بحط مضاد حيوي، بحط طاقة، يبقى انا حط اعلاف متكونة من ايه؟ من مضاد حيوي، من طاقة، من كل حاجة. يعني انا دلوقتي عملت تركيبة علف ما حصلتش يا جماعة للطيور، هو ده سر من اسرار المزارع. والله بيعملوا كده، بس هم بقى ما بيعملوش زي كده، انا بستسهل وبطحن. هم مش بيطحنوا، هم بيقوموا مجففين الحاجه وطحنينها في مكان وحاطينها بودر للطيور، وفي ناس بتقوم فرمها زي كده وحطاها. انا بقى بحطها ازاي؟ بحطها كده، بص بتقلها كده اهو، بتقلها كده وحطي قدام الطيور بتاعتك. تعالوا انتوا بقى عشان انا هطحنكم، وتحطيها قدام الطيور بتاعتك مثلا على تشيشة، على قمح، على شعير. الحاجات دي يا جماعة من الحاجات المغذية جدا للطيور بتاعتي. دي سر من اسرار المزارع. بعد ما بقعد ابحث واعرف، لاني عايزه اعرف هما بيتكلفوا ولا بيتكلفوش، يعني هل احنا بس اللي بنربي بالطريقه دي وبنصرف كتير عشان احنا نروح نجيب شويه العلب بألف وشويه وما اعرفش ايه؟ لا، اكتشفت لما قعدت ابحث في الحكايه، عرفت ان المزارع بتكسب. ليه؟ لان هو بيحطش علف صافي، ولو حط علف صافي لو حسبتيها خسران 100%. لكن هما بيدوروا على الحاجات المفيدة البديلة للعلف وفي نفس الوقت تكون مغذية. هي الوصفة دي، لو عرفتي فايدة قشر البرتقان اقسم بالله ما هترمين نهائي، ولا قشر الموز ولا كلف الرمان اللي هو القشر والغلاف الابيض. لو تعرفوا الفوائد العظيمة بتاعته عمرك في حياتك ما هترمين. اتمنى ان انتوا تعملوا الوصفه دي، ودي سر من اسرار المزارع. وهجيب لكم اسرار تانية، واسرار اللي انا بعملها بحطها بعد ما بتكون مجربه. انا اللي بحط للطيور بقول لكم عليه بما يرضي الله وبيني وبينكم ربنا. الوصفه دي وصفه رائعه، اعمليها للطيور بتاعتك، وباذن الله هجيب لكم اسرار دقيقه جدا من اسرار المزارع، غير مكلفه وفي نفس الوقت تسمن الطيور وتكبرها قبل اوانها. اتمنى بقى ان انتم تكونوا بتعملوا وصفاتي وتشجعوني ان شاء الله، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.